بقول لك ايه؟ ده الحاره كلها يا اخويا ملمومه جايين على هنا. يا اهلا وسهلا يا اختي. اهلا وسهلا. ايه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ ده حقنا لا مؤاخذه، والبنت دي مراتي ومن حق اجيبها باي طريقه تعجبني. اهلا يا شيخ زياد. معلش مش قادر اقول لكم اتفضلوا عشان المكان ما يسعش الرحله اللي انت فيها دي كلها. بس احنا مش جايين نتضايف يا جابر. خير يا عم الشيخ، في ايه تاني؟ جريئة دي انت بتتكلم عدل يا خلاص يا سلام. بقول لك ايه؟ انا بكلم الشيخ زياد شيخ الحاره دي كلها اللي الكبير فيها بيحترمها قبل الصغير. وبعدين عيب يا عم الشيخ لما يكون شيخ كبير زيك كده ويفهم في الاصول ويعمل اللي انت عملته. اللي انا عملته ده هو العيب يا جابر؟ ولا اللي انت عملته بقى في راجل محترم يأجر ناس عشان يتعاركوا معاه اللي حتيته يا راجل؟ قال حتيتي يا عم الشيخ يقف معايا، مش تبقى مراتي لا مؤاخذه بايته بره البيت وهما فين يتفرجوا، ولما عاوز اربيها يقفوا قدامي يمنعوني؟ لا وايه كمان؟ ويقووها عليا كمان؟ بقول لك يا عم الشيخ من الاخر كده انا فاض بيا ومليت. البيت دي مش حاسبها لما اربيها. وبعدين انتوا بتتكلموا على مين يا اخوانا؟ دي مراتي، مراتي. مراتك تبرمطها في الشارع وتجرجرها من شعرها قدام الناس؟ مراتك تحفظ كرامتها، لو في حاجه بينك وبينها يبقى في بيتكم مع بعضيكم. وانت مين بقى ان شاء الله اللي كل مره تحشر نفسك اللي مالكش فيه؟ انا اللي كل مره ببقى جاي اضربك وما بيحصلش نصيب. خلاص انت ولا 10 زيك كمان. خلاص في ايه يا عم الشيخ؟ ده بدل ما تجيبها وتيجي لغايه عندي وتقول لها ان رضا جوزها من رضا ربنا، ينفع كده يا عم الشيخ؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. بس الحقيقه بقى قبل ما تطلب من مراتك انها تحترمك لازم تبين لها انك راجل بجد، راجل بحق وحقيقي، مش واحد مستخبي ورا شنب الله اعلم هو بجد ولا عيره. يا راجل ده انت نزلت مراتك اسفل سافلين. يلا بينا يا اولاد. يلا يلا بينا. ايه الواد ده لازم يتضرب. ما تقدرش. بقول لك يا عم الشيخ البنت دي هترجع، هترجع وعليا الطلاق لو ما جت سقف على ايديها ورجليها عشان ارضى انا ما بقاش انا جابر. لا ده الحكايه كده فيها ان وان لان كمان. هو ايه يا اخويا اللي جرى لاهل الحاره؟ في ايه؟ البنت دي سحره لهم ولا ايه؟ بقول لك ايه، وجعت دماغ امي مش ناقصاك انت الاخرى. نيله